بطولة العالم الأخيرة خرجنا بركلات ترجيحية من الدنمارك، لو كنا عدينا كان هيبقى طبعا لينا شأن تاني. بطولة العالم اللي جاية بقى تفتكر ممكن نوصل لحد فين؟ وهل ممكن يعني نظريا، مش طبعا مش علميا قوي، منتخب مصر ياخد البطولة؟ ان شاء الله اكيد هنبقى بصينا ان احنا ناخد يعني نوصل لابعد حاجه، سواء بقى سيمي فاينل، او انت لما توصل سيمي فاينل يبقى الفرق كلها زي بعض والماتشات كلها قريبه، فاحنا علينا ان شاء الله ان احنا نوصل سيمي فاينل ناخد ميداليه، سواء يعني نعرف ناخد اول هنحاول اكيد، بس يعني الموضوع مش سهل زي ما بقول لك، بس ان شاء الله اكيد مركزين ان احنا نوصل لابعد حاجه يعني. يعني مستوى، حاسس ان مستويات قريبه، هم ماتشين المستويات لو كلها ركزنا قريبه فيهم وعرفنا ان ممكن ناخد البطوله عادي. عادي، المستويات كلها قريبة يعني، طالما وصلنا سيمي فاينل الأربع فرق هيبقوا زي بعض عادي. محترفين مصريين ابتدوا يخرجوا بشكل كبير قوي يعني الاول، شايف ده هيأثر على الدوري المصري ولا شايفه من وجهة نظر ان هو ممكن يدي فرصه بقى للناشئين ان هم يبداوا يظهروا وان الانديه تبدا تعتمد عليهم اكتر؟ يعني هو كده وكده طبعا، اللعيبة لما مرة واحدة تطلع بره ممكن الدوري يبقى أقل شوية، بس في اللعيبة الناشئين والشباب هيبتدوا ياخدوا فرصة ويجربوا ويلعبوا أكتر مع الأندية الكبار، سواء أهلي أو زمالك أو أي فرقة، تلاقي بقى ناس صغيرة ابتدت تطلع أكتر، فدي حاجة حلوة جدا برضه. يعني الفترة دي مشي يحيى وسيف، وانت السنة الموسم اللي جاي برضه هتبقى مش موجود، وقبل كده في ناس كتير بقى، فانت الزمالك مثلا شايف ان هو هيتأثر بده، والاهلي نفس الكلام في افريقيا، يعني الاهلي والزمالك لما يروحوا في افريقيا دلوقتي خلاص معروف ان في اهلي وزمالك، ممكن الترجي يزق معاهم شويه بس في اهلي وزمالك خلاص النهائي بين الاهلي والزمالك. هل ده هيبقى موجود مع كون ان اللعيبه بتخرج كتير ولا؟ انا بحس ان فرقه الزمالك يعني مش بتقف على حد قوي، الفرقه كلها بتبقى لعيبه كويسه وبيعرفوا يجيبوا بعد كده، لو حد مش بيعرفوا يجيبوا حد تاني مكانه، فالفرقه مش بحسها بتتاثر يعني، سواء من الناس كلها زمان مشيت وراحت ورجعت، الفرقه زي ما هي على طول بتكسب الحمد لله، فبحس ان هي مش بتتاثر قوي يعني. لو شايف ان في حد هو السبب الرئيسي اللي خلاك تلعب كرة يد اصلا، حد دعمك بقى من البداية، حد سندك، حد كنت شايفه لعيب يعني كرة يد شايفه كويس فكنت عايز تلعب كرة يد بسببه؟ لا، هم انا في الاول اصلا كنت بلعب باسكت بول، وبعدين كان ما حبيتهاش قوي يعني، والبطولات كانت لسه بتبدا في سن متاخر، فبابا عشان بابايا كان بيلعب باسكت بول، وبعدين بابايا ومامتي هم اللي يعني ودوني بقى ان نجرب هاند بول، بس كان في طبعا كباتن كتير يعني ساعدوني في الاول يعني، مش عايز انسى حد. لعبت باسكت بول كتير؟ لا يعني اقل من سنه يعني، أما ما طولتش أصلا. لا، عشان كنت عارف إن البطولات هتخش في سن متأخر، وأنا كنت بحب عايز ألعب ماتشات كده على طول يعني. طب في مدرب مثلا أو حد كان معاك في الفريق قال لك أنت هتبقى حاجة أو هتوصل لحتة معينة؟ يعني في مدربين كتير والله، بس مش عايز أقول لحد عشان هقول كتير أوي، فمش عايز أنسى حد يعني. مين بقى قبل ما تبدأ يعني مسيرتك الاحترافية في الزمالك وفي المنتخب وكده، شايف إن هو أفضل ظهير مثلا ممكن تكون شفته في حياتك؟ انا كنت بحب كابتن حسين زكي طبعا يعني، كان هو كمان ماسكني، كان بيدربني في كاس عالم ناشئين، واتمرنت معاه في نادي الزمالك، وكنت بحبه وهو بيلعب، وكنت يعني نفسي اوصل لزيه يعني، بحبه.